يخليك سهلة. نواف عبد الله، اول شيء اخذ مين؟ السمي ولا انت؟ هلا حياك الله يا السمي. نواف مصور مقطع، والله لو في كاميرا تجيب المقطع اللي انا مصوره بوريهم. اي مقطع؟ كذا بدايه برفات قاعد تحفظ وتدور هنا. انت متوتر مره. لا جالس احفظ غرض. وانا صورتك على فكره. امانه. الله يسامحك. وش التوتر اللي عايشه؟ ما بتوتر والله، والله ما بتوتر، بس اني جالس احفظ. لا والله توتر. النوع اللي اذا جيت احافظ اسوي زي كذا. وش المسؤوليه؟ عليه مسؤوليه اكثر واحد. يعني دوره قوي اليوم؟ دوره قوي. نقول ان شاء الله يعني. ان شاء الله اني حزين. طيب لو فشلت في هذا الدور؟ والله اني اتمنى ما افشل، مو بعشاني انا والله، ما غير عشان اخوياي. طيب يمكن عشانك انت تطلع. تخيل باقي اسبوع تطلع. يا ساتر. اوه ماي جاد، يا رجال الخير في مختار الله. يعني مره ما بتوت. والله الحمد لله. تسوي انك ما تتوتر. لا والله مو بعمه توتر انا والله، انا صدق ما اشيل الا هم الارتجالي فقط لا غير. ايش؟ ولا الباقي تشيل هم ايش؟ ما اشيل الا الارتجالي بس، ولا الباقي ميشو. احسك بتقول ما اشيل هم الا الدجاج. الدجاج انت الدجاج اثر فيك و اي مزعجنا والله العظيم، ما خلاني اركز بسواليفك. يا رجال عوافي، انا راح اشيل ضاحي. عليك يا ضاحي. طيب توقعتك نواف من بيطلع اليوم؟ والله شوف هم بين اثنين الصدق. لا بين 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 ثلاثة. من هم؟ انا ولا سياف ولا عبد الله؟ انا اقول ولا شريهيب. لا ريان. ريان لا ريان ما توقع. انا بالنسبه لي انا ما توقع. في موقف صار اليوم قلت ريان. انت عبد الله الله يرحم اهلك، لا تتوقع. اسال احمد. قولت سبحان الله، والله انا صرت اعرف من بيطلع. ليش من وجيههم. والله اني صرت اعرف ان بعض العيال اذا جاء بيطلع اعرف كيف من شكليته تعامله معنا. تعرف الشخص اللي جاء بيموت نفسي كذا والله العظيم. تعال استاذ نواف تاخذ اغراضك. شوف تفر من اليوم، حالتك حاله. ايش فيك؟ ما في شيء، متوتر يا اخي وحالتي حاله. تقول كلمه تقول نواف التميم. كلمه اقول نواف التميمي، اقول لن تصبح احمد الحيم. تسمع؟ هلا بعبد الله. وش الكاركتر الحرجات الحلوه اللي قاعد نشوفها؟ شكل دورك اليوم تبدا فيه ولا بس كاركتر بس شكل؟ لا كاركتر وفعل. نشوف فعل يعني؟ الله كاركترين مو واحد، هذا بدايه المشهد، المشهد الثاني كاركتر ثاني. ما شاء الله تبارك الرحمن. اوه استاذ نواف تميمي. هلا والله استاذ نواف تميمي. كيف البرايم اللي بتشوفه اليوم؟ اي اخوياك يبغونك، بس هو يبغى يسولف، عطيت المايك يا اخي. شيكم عليه؟ والله العظيم اني متوتر، انا متوتر. شفت؟ انا قاعد انتظر المجموعه الثانيه، ترى قاعد اسولف. المجموعه الثانيه وينهم؟ المجموعه الثالثه وينهم؟